طيب واحنا بنكمل كلامنا، انا عجبني حاجه يمكن قلتها في البدايه، قلت الفكره بتاعت جيل زد وما بعد، المنظور الخاص للعالم ما بعد الجائحه، يعني بعد الكورونا. في ورشه بقى كده اتعملت، والورشه دي كانت بتناقش وبتتكلم عن فكر الشباب. احنا عارفين انه الشباب يعني دايما بنقول ان هم منعزلين وان هم عايشين على السوشيال ميديا ولوحديهم وفي عالمهم الخاص، ولكن في ظروف كورونا الشباب بذلوا مجهود كبير وعملوا تطبيقات وعملوا حاجات، وبدا يطلع تفاعل من نوع جديد. برضو ده فكر جديد، والشباب دول ازاي هنقدر نستفيد منهم وهم كمان يستفيدوا. خلينا نعرف من المهندس شادي الكردي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على السادة المشاهدين كلهم جميعا. عجبني قوي فكرة الجيل زد، وكلمنا عنه الورشة دي. الجيل زد بالأخص، خلينا أول نشكر، الأول نوجه الشكر طبعا لإدارة المنتدى على التنظيم الرائع جدا اللي احنا شاهدناه النهاردة في كل حالاته من اجراءات احترازيه، يعني ادى رساله لكل الناس اللي موجوده قد ايه ان احنا كدوله يعني خلينا نقول نقدر نعمل اي حاجه. دي كانت حاجه كويسه جدا احنا حسيناها كلنا واحنا مشاركين هناك، بالاخص بقى الجيل زد. ومين هو جيل زد الاول؟ جيل زد هو الجيل اللي هو مواليد ما بين 97 ل 2012 على الحد التقريبي. جيل دوت نشأ في التكنولوجيا. جيل ده اتولد في قلب مواقع التواصل الاجتماعي، هو طلع هي جزء من حياته، هي مش جزء منفصل عنه، هي جزء من حياته بتشاركه في اليوم حياته كلها. كان عندنا عوامل كتيرة فيها، كان إن الجيل ده لما تعرض لجائحة كورونا كان عنده الجيل، العالم كله كان قبل كورونا حاجة وكان بعد كورونا كان توجهاته كلها حاجة تانية. شهد معانا تغيرات كبيرة جدا ناقشناها في تغيرات نمط الحياة كله من نواحي التعليم والعمل والاستهلاك وكل حاجة خاصة بالجيل هو تعرض لها من كل الاتجاهات في أنماط الحياة. دي اللي أدت لنا إن احنا بيظهر قدامنا جيل هو داخل على سوق العمل قدر إن هو يواجه الكلام دوت بأساليب دي، حصلت ليه إيجابيات وحصلت ليه سلبيات. خلينا نقول إن هو كان عنده مثال برضو للتأثيرات كورونا على جيل زد بالاخص، هو التركيز على نفسه. كورونا خليته ان هو يركز على نفسه ويطلع كل قدراته اللي هو يقدر يخلقها لنفسه ويخلقها للي حواليه، ازاي يقدر يساعد اللي حواليه. شهدنا دوت في وجود العزل في كورونا، قدر التكنولوجيا ان هي ازاي تحل محل الجزئيات دي. ليها كان ليها ايجابيات في اجزاء كبيره وكان ليها سلبيات في اجزاء اكبر، خاصه على الجيل ده. الجيل دوت كان ليه مشاكل سلبيات نفسيه، شعور بالاكتئاب، عدم التواصل برضه كانت اجزاء بالنسبه له كبيره، مفيش تواصل مباشر موجود مع حد، فكانت العلاقات الاجتماعيه بالنسبه له كانت عباره عن تواصلات على السوشيال ميديا بتكون سريعه بعض الشيء، بتكون طبعا الحاجات لما بتكون سريعه بمدى السرعه في التواصل دي. بس انا يعني الكلام طبعا يعني نفسي اكمل كلام مع حضرتك مهندس شادي، بس انا سعيده جدا بهذه الورشه وهذا التفكير والاستباق، يعني ان احنا كمان بدانا نحصر الاجيال. يعني الجيل اللي بتتكلم عليه حضرتك بتفق معاك جدا، جيل 97 ده اللي هو جيل التكنولوجيا بشكل عام، وجيل احنا ساعات الناس تقول لك ايه دول في حالهم دول في دنيا تانية، لا بالعكس، ربما يكون هذا الجيل هو جيل محرك وجيل زي ما انت قلت نستفيد منه ويبقى فيه مناقشات. انا سعيده جدا بانه يعني في استباق في التفكير وفي تفاصيل بان احنا بنفكر وبنفصل وبنجيب موضوعات الحقيقه ما حدش بيفكر فيها بشكل كبير، وهي موضوعات مهمه جدا. ان شاء الله هنستكمل ده وهنشوفه في مناقشات اكثر واكثر مع بدايه المنتدى. انا بشكرك جدا مهندس شادي الكردي، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.